عجوز بني إسرائيل. في أحد أسفار النبي صلى الله عليه وسلم، وجد النبي صلى الله عليه وسلم خيمة لأعرابي فنزل في ضيافته، فأكرم ذلك الأعرابي رسول الله، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد له الجميل، كيف لا وهو القائل: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. فطلب النبي صلى الله عليه وسلم من الأعرابي أن يأتي إليه ليكرمه، فلما جاءه الأعرابي قال له النبي: سل حاجتك، أي أطلب ما تشاء. فماذا تتوقعون أن يطلب هذا الأعرابي وهو أمام نبي وحاكم، بل أمام أفضل الأنبياء والمرسلين عند الله عز وجل؟ أمام نبي، لو سأل الله عز وجل لأحد شيئا من أمر الدنيا أو الآخرة فلا يرد طلبه. ولكن ذلك الأعرابي لم يغتنم الفرصة. نعم، إنها فرصة العمر التي قد لا تعود إليه مجددا، فلم يسأل الدرجة العليا من الجنة، ولم يسأل مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، بل ولم يسأل أن يكون غنيا في الدنيا لعله يستفيد من هذا المال بالتقرب إلى الله، وإنما سأل النبي صلى الله عليه وسلم ناقة ليركبها وماعز يحلبها. فقال صلى الله عليه وسلم لذلك الأعرابي ولبقية الصحابة الحاضرين: أعجزتم أن تكونوا مثل عجوز بني إسرائيل؟ فمن هي عجوز بني إسرائيل التي كان لها همة عالية في طلبها، وما قصتها؟ عندما أراد موسى عليه السلام أن يرتحل بقومه ضلوا الطريق حينها، وقيل أن الدنيا أظلمت عليهم، فتحير موسى عليه السلام عندما حدث ذلك، فأخبره بنو إسرائيل أن يوسف عليه السلام النبي الذي بعث قبله أنه قد أخذ عليهم عهدا وميثاق ألا ننتقل من مكان حتى نخرجه من قبره ونحمله معنا. قال موسى عليه السلام: فأين قبر يوسف؟ قالوا: لا ندري، لا يعلمه أحد منا إلا امرأة عجوز. قال موسى: فادعوا لي هذه العجوز. فجاءت إليه فسألها موسى عن قبر يوسف عليهما السلام، قالت: لا أدلك عليه حتى تعطيني سؤلي. قال: وماذا تطلبين؟ قالت: مرافقتك في الجنة. فكأن موسى استعظم ذلك، أي أنه طلب كبير عليها، فالمعلومة التي ستعطيها لنا تلك العجوز صغيرة، فهي قد أخذتها عمن قبلها. فأوحى الله إليه أن أعطها سؤلها يا موسى، فقال لها موسى: لك ما سألتي. فدلتهم على موضع ماء، ثم قالت: أنزحوا هذا الماء، فنزحوه من موضعه، ثم احفروا موضعه، فحفروا واستخرجوا جسد يوسف عليه السلام وحملوه، فأضاءت عليهم الدنيا، فأخذوه وانطلقوا. العبرة من هذه القصة هي علو الهمة للمرء، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان حريص دائما على أن يكون المرء عالي الهمة، فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يحب معالي الأمور وأشرافها ويكره سفسافها. أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى معالي الأمور في الأقوال والأفعال، وحذرهم من رذائلها.